هل تريد تسجيل الدخول على SMS Country لتنفيذ حملة رسائل نصية قصيرة أفضل في المرة القادمة؟ في هذا الفيديو سنوجهك خلال عملية تسجيل الدخول على موقع SMS Country الذي تم تحديثه مؤخراً. قم بزيارة www.smscountry.com في متصفحك للوصول إلى الصفحة الرئيسية. عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على زر تسجيل في الزوايا اليمنى العليا. في صفحة تسجيل الدخول ستتمكن من الاختيار من بين 4 خيارات مختلفة، فبجانب جوجل، فيسبوك، لينكدين سيكون لديك أيضا خيار تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. اختر الطريقة التي تناسبك. وفي حال نسيان كلمة المرور الخاصة بك، يمكن أن تساعدك خاصية نسيت كلمة المرور في استردادها أو إعادة تعيينها. وبهذه الطريقة وفي بضع نقرات فقط تعود إلى حسابك وتكون جاهزاً للمتابعة من حيث توقفت. نتمنى لك التوفيق في حملتك القادمة.